صباح الخير مشاهدينا ومشاهدين قناة اتش بي سي، معاكم أمينة العناني وحلقة جديدة من برنامج ساعة رزق. يا رب الجمعة سعيدة ومباركة عليكم كلكم إن شاء الله. النهاردة معايا يعني ملكة الموضة، ملكة التصميمات الجديدة. رغم ان هي الموضه البراند بتاعها اسمه بيج سايز، بس انا عايزه اقول لكم هي بتعمل تصميمات لكل الاعمار والاجسام. يعني انا عايزه اقول لكم الستايل اللي انا لابساه النهارده هو من انتاجها هي وتصميمها. معايا مصممه الجميله دينا سيد، صاحبه براند بيج سايز فاشن، دينا الخولي. اهلا وسهلا بك يا دينا، نورتينا في البرنامج. ومعايا بقى اللي هنقول ايه الايد السحريه، المصمم وليد محمد، مصمم البراند بيج سايز. اهلا بك يا وليد، نورتنا. بصوا بقى، انا عايزه اعرف الفن اللي انتوا بتعملوه ده، قولي لي كده الاول يا دينا، احكي لي التجربه بدات معاكي ازاي. التجربه بدات معايا الاول ان انا كاي بنت في الدنيا بتحب الفاشن وتحب اللبس وبتحب ان هي تكون مظهرها كويس جدا، وبحب الرسم جدا يعني. فحبيت ان انا انمي الموهبه بتاعتي دي على ارض الواقع، وافيد واستفيد زي ما بيقولوا. عايزه اسيب بصمه على ارض الواقع، ان يكون انا صاحبه براند وفي ناس تلبس من عندي. حابه ان انا اكون مشهوره، حابه ان انا احقق ذاتي، وبالفعل ده اللي انا وصلت له الحمد لله. لقيتيهم في البيت متجاوبين معاكي وبيساعدوكي ولا في كده شويه قلق؟ لا طبعا، بابا في الاول قعد معترض معايا شويه، بس اللي كانت بالنسبه لي سبورت ايجابي جامد جدا ماما بصراحه ربنا، وقالت لي انا معاكي وهساعدك وهنزل ونجيب وهنبدا المشوار وهننجح، وانا عارف ان انت دماغك حلوه وهتنجحي. والحمد لله رب العالمين، اسمي دينا الخولي لحد وقتنا هذا مسمع الحمد لله بفضل الله بقوة قوية جدا يعني. ما شاء الله يا دينا، برضو يعني انا برضو عرفت شغلك من على السوشيال بصراحة بالزبط. وكل الناس بتشكر. بصي، هو اي حد فينا بيجي يشتري حاجة ولا عايز يجرب حاجة جديدة، تملي بيهتم بالتعليقات اللي موجودة على المنتج بالظبط. فانا فوجئت ان كل التعليقات، انا حسيت ان انا مثلا بتعامل مع براند اجنبي، يعني حاجة مش مصرية اصلا. عايزة اقول لك ان شاء الله كمية التعليقات ما شاء الله، من حلم من احلامي ان انا اوصل للعالمية ان شاء الله. يعني دي حاجه حلوه ان انا اوصل للعالميه، وان انا دايما بطور من نفسي ومن شغلي. موديلاتي لازم يكون فيها دايما رياكت جديد، روح جديده. الصفحه على طول في كونكت بيني وبين العملاء، موديلات جديده باخد ارائهم. في ناس بتبقى حابه ان انا اصمم لهم موديلات. التواصل بينك وبين طبعا الحمد لله. هخليكي تكلمينا عن احلامك بالتفصيل، بس أوكي. الاول نكلم وليد. وليد أوكي. الموضوع بدا معاك ازاي بقى، الدينامو والمكان بقى؟ انا عايز اقول لك ان هو في الاساس وراثه وراثه ابا عن جد. تمام. فالموضوع معايا يعني من وانت صغير بقى. ابتديت وانت عندك كام سنه؟ يعني ممكن مثلا بدات من 10 سنين. وانت عندك 10 سنين؟ وانا عندي 10 سنين، لان عينيا كانت بتلقط كل حاجه قدام. كان بابا مثلا وجدك وعمك وكده، ولا بابا بس ولا ايه؟ بابا وجدي الاثنين. وانت بتشتغل معاهم الاثنين؟ انا كنت بشوف بعيني وبلقط. لحد بدل بقى ما تخرج تلعب ولا حاجه كنت بتعرف تتعلم؟ لا، هي دي كانت لعبتي بجد والله. يعني عايز اقول لك ان هي دي كانت لعبتي وانا صغير، فهي متنميه اسم معايا من صغري. اما كبرت حبيتها اكتر، لان بدات ان انا اخش في اعماق التفاصيل بتاعتها. طب يا وليد فهمني حاجه، انت بتصمم ولا بتقص التصميم برضو عشان نبقى فاهمين برضو بالظبط؟ ببدا من التصميم. انت بتصمم؟ بس دينا مثلا لو عندها فكره معينه او تصميم معين بتقول لك عليه يا وليد، وبتقعدوا مع بعض وبتبتدوا نتشارك مع بعض الفكره، تبتدوا بقى ترسموا على الورق وبعد كده تبتدوا تجهزوا بالظبط كده؟ طبعا، وبنكتب يعني كل ممكن حاجه. ممكن موديل انا يعني اوصفه له في دماغي، عايز اعمل 1 2 3 4، يفهم دماغي وبناء على اللي انا قلته له يبتدي وانا قاعده يمسك الورق والماكيت تيك 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 تيك، يبدا يوصلي عينه، يطلع لي العينه. ابص بتحسي بقى ان هو ده اللي انت كنت رسماه في دماغك بالظبط. يعني انا حاسه ان هو فاهم تفاصيل دماغي قوي في الشغل وبينفذها بحذافيرها. يعني مجرد ما بيعمل لي عينه انا بعتمد الموديل خلاص، هو فاهم دماغي. فالحمد لله بيني وبينه احنا بقالنا كام سنه مع بعض شغالين. بقالكم كام سنه مع بعض بتشتغلوا؟ بقالنا 9 سنين. بقالنا 9 سنين، فاهم دماغي في الشغل بالظبط كده بالظبط كده. طب ما فيش مثلا يعني امسك الخشب، مفيش مره مشكله بقى حصلت بينكم وبين بعض، اختلفتوا على تصميم على حاجه؟ لا بصي، هو مش اختلاف في كشخصيه بيني وبين وليد، لا ممكن نختلف في موديل. يعني انا اجيب خامه واختار الموديل، يجي ينفذ ما يلاقيش الخامه راكبه على الموديل، يقول لي لا احنا هنعمل كذا هنغير كذا. هو بيديني رايه وانا بدي له رايي، واحنا بنكمل بعض. بتقتنعوا براي بعض بالظبط، لان احنا الاثنين بالظبط كده. لازم نوصل لنقطه بالظبط كده بالظبط كده، لازم نوصل احنا الاثنين لنقطه واحده عشان خاطر الموديل يبدا انه يتنفذ بالظبط كده. وساعتها اكون انا مختاره موديل هو مش مقتنع بيه، يقول لي لا الموديل ده لو اتعمل بالخامه دي وينفذ هو الموديل على تصميمه هو ويطلع لي عينه عشان اشوفها بالظبط كده، الاقي فكرته
بالنسبه لي صائبه اكتر من فكرتي انا. فعادي مفيش مشكله، مش انت صاحبه البراند؟ لا لا عادي لا لا خالص لا، يعني انا نسبه 99.9 من نجاحي وليد. طب الوقت عمال يجري، عايزين نعرف ايه اكتر الصعوبات اللي قابلتكم في الشغل بتاعكم؟ بصي انا بالنسبه لي ان انا صعوبات بالنسبه لي على ارض الواقع دلوقتي الحمد لله ما فيش. في البدايه كانوا خايفين ان انا طبعا داخله مجال جديد بفكر جديد بميزانيه جديده بحياه، هل هتنفذي موديلات هتواكب العصر، هتواكب كل الاذواق كل الاحجام المليانه الرفيعه اللي في جسمها دفوهات في كده، او يعني ايا كان ايه، كانوا خايفين ان انا ابدا مشوار ما انجحش فيه. بس انا بدات ادرس يعني قبل ما انفذ وبدات اخش المجال، بدات ادرسها واحده في واحده وبدات امسكها زي ما بيقولوا خطوات السلم تطلع واحده واحده لحد الحمد لله رب العالمين. السلم هيكون فين بقى؟ لا اخر السلم للعالميه زي ما قلت لك ان شاء الله. طب بصي عايزين نتكلم على شغلك، هنعرض دلوقتي على الشاشه أوكي. شويه من الشغل بتاعك تكلمينا عليه. اوكي اوكي وانت بتكلمينا قولي لنا احلامك ايه، وكلمينا بقى على التصميم ده. اوكي التصميم ده البلوزه عادي بيزك ساده خالص ومعاها تونيك كات بجيوب، اربع جيوب، جيبين من عند الصدر وجيبين من تحت في الجيب خالص وفتحتين من الجنب. الخامه بتاعته كتان، مقاساتنا طبعا كلها معروفه من اول 80 كيلو لحد 150 كيلو ستاندر. بس بتعملي للي اقل؟ اكيد يعني انا في حاجات بعملها، يعني في موديلات بالنسبه لي بتحكم معايا ان انا ابدا معاها من اول 70 كيلو اللي هو اكس لارج، بس مقاسات معينه. في ممكن واحده تيجي تقول لك مثلا انا عايزاك انت تشوفي انا يمشي عليا ايه اعملي لي ده، بيحصل؟ في عملاء كتير بيقولوا لي بيبقى بختارها هي حاجات انا شايفاها ان هي مش هتمشي معاها، فبختار لها حاجات تانية بتمشي معاها وبتقدر تاخدها وهي مقتنعه بيها جدا. اوكي طب قولي لي بقى كملي لي كده احلامك هتوصلي فين؟ ان شاء الله الفتره اللي جايه باذن الله هيكون لينا زي بازارات في كل انحاء الجمهوريه داخل مصر وخارج مصر باذن الله. جداً. باذن الله يعني ما حدش يعرف يوصل لك بعد كده يعني. لا مش قوي، لا انا زي ما انا والله ان شاء الله، بس اتمنى وطموحاتي ان شغلي بجد يسمع في كل، يبقى ليه في كل مكان محل متخصص مكتوب عليه بيج سايز فاشن دينا الخولي، لان انا بهتم بكل التفاصيل بكل الخامات بكل المقاسات. فان شاء الله باذن الله املي ويتحقق باذن الله وان انا اكمل في نجاحي. وليد لو جات لك فرصه ان انت تشتغل في براند تاني تفضل مع دينا ولا تروح البراند تاني؟ انت 9 سنين تتكلم دينا. دينا هو انا ما شاء الله انتوا الاثنين اصلا عاملين يعني شغل جميل جدا ومسمع في كل مكان ما شاء الله، فيا رب دايما كده مع بعض. قولي لي يا دينا الناس بقى اللي عايزه تشتري منتجاتك او توصل لك يوصلوا لك ازاي بسهوله؟ عن طريق الفيسبوك صفحه هو كل صفحات التواصل يعني معروضه على الشاشه وارقام التليفونات بالظبط. عن طريق الفيسبوك بيك سايز فاشن دينا الخولي او ارقام التليفونات 031 42 49 33 010 66 75 584 فيسبوك انستجرام تيك توك كل ده موجود على البيج عندي مثبته في بوست مثبت في اول البيج. طب قولي لي يا دينا يا ترى لو حد اتصل من البرنامج هتعملي معاه مثلا ممكن تقدمي له عرض؟ طبعا ساعة رزقي لازم نعمل لها الاوفر جامد جدا طبعا. هتعمليه مفاجأة للناس يعني ولا تحبي تقولي على؟ لا عادي ممكن اقوله من دلوقتي مفيش مشكلة، وكمان من دلوقتي لحد الإعادة ولحد بعد الإعادة ما عنديش مشكلة، أي حد هيجي من ساعة رزق أعمل له خصم 10%، ما عنديش أي مشكلة خالص. دينا طبعا ميرسي على العرض الجميل ده. حبيبتي حبيبتي إن شاء الله نتمنى بإذن الله نشوفك قريب جدا في العالمية. اللهم آمين بإذن الله. قولي لي بس عايزة كده بسرعة أعرف مين يعني نفسك تبقي زي مين؟ مين مصمم الازياء العالمي ولا صاحب براند العالمي اللي عايزه تنافسيه؟ حطها بقى حلم قدامي كده انا وراك لحد ما اوصلها. لا والله هم كتير يعني ما اكدبش عليكم، مش عايزه اقول اسم وانسى اسم او اخصص اسامي معينه عشان بس ما ابقاش جايه مع حد ولا، بس انا بوصل بتمنى ان انا اوصل للحته اللي انا عايزه اوصل لها اللي هي ان انا اثبت نفسي كبراند مصري 100% بكواليتي العالميه، يعني براند مصري كويس جدا بكواليتي العالميه. هتزودي الاسعار على الناس بقى لما البراند بتاعك بقى يسمع؟ لا والله هي مش قصه ان انا ازود على الاسعار بمزاجي، الخامات كل فتره بالظبط كده حسب السوق، يعني الخامات مش مستقره خالص طبعا بسبب سوق الاحوال، ساعه خامه فوق ساعه تحت على حسب الدنيا، بس بقدر الامكان انا مكسبي بسيط جدا لاني انا بحب ان انا يبقى في كونكت بيني وبالعميل وان انا انزل موديلات دايما جديده، مش ابقى ماسكه في سعر وان مفيش شغل دايما موجود على البيج جديد، فالسعر ده بالنسبه لي مش يعني اخر حاجه افكر فيها. بتاخذي هامش ربح بس عشان حابه توصلي فكرك للناس. بالظبط كده، وحابه ان انا اشوف لبسي على الناس، يعني واحده ما بتيجي تقولي البلوزه دي حلوه ستايل جميل بصراحه، وبصراحه عاجبني جدا. بص ملمونه بقى انا غالبيه على فكره الستايلز بتاعي بيكون من عند دينا بصراحه، لان لقيت حاجات جميله
سعرها مناسب وخامه جميله جدا مريحه جدا وخصوصا في الصيف. بالظبط بالظبط. وطول السنه يعني كل بصراحه الخامات الصيف حلوه جدا كلها بصراحه جميله. الله اكبر يعني البركه في استاذ وليد بقى وورقه وجماله اللي بيصممه لنا واحنا بنجيبنا بقى الخامات وبيظهر لنا الجمال ده. انت في المقدمه قبل مني طبعا. ربنا يخليك ربنا يخليك. طب قول لي يا وليد انت حابب ان انت تعلم حد يعني حد من ولادك يتعلم؟ انت متجوز وعندك ولاد؟ عندي بنتين ما شاء الله ربنا يخلي. حد منهم بيتعلم حد كده حاسس فيه بقى الموهبه؟ انا عايز اقول لك ان هي الفكره عندهم لوحدهم يعني من غير ما انا اوجه او لا انا عندي بنت حور يعني بسم الله ما شاء الله ما شاء الله 8 سنين هي اسمها حور اسمها ما شاء الله. ازيك يا حور احنا بنسلم عليكي بقى من حور وجوري ما شاء الله. ازيك يا جوري ومامي جوري وحور. فحضرتك حور لوحدها كده بتروح جايبه الورق والمقص وبتقعد ترسم وتقص وتوريني يعني هي دلوقتي وهي سن صغير ده لوحدها وبتجيب مثلا قماش بقى وتقعد تفصل فيه. تمام أنا خلاص يعني انا استضيفها هي المره الجايه. هي بعد كده اللي هتبقى قدامي ان شاء الله. قولي لي يا زينة يا ترى انت عندك في الورشه فكرتي بقى ان انت بدل ما تبقى بس براند يبقى مدرسه تعملي مثلا كده مؤسسه لتعليم البنات مثلا او اللي بيحب الخياطه؟ مش هكدب عليكي مش بفكر فيها دلوقتي لان انا همي المصنع عندي ان انا اقدر اثبت دينا الخولي موجوده في السوق دلوقتي. ولو لقيت حاجه جنب القصه ان انا اعمل جنب البراند مدرسه ان انا اعلم فيها مش هعلم ليه بالعكس ايه المشكله يعني؟ يعني عندك استعداد؟ عندي استعداد طبعا بس دلوقتي نجاحي اللي هو ان انا اثبت بجد ان انا اتوسع ان انا يبقى لي مكان في كل فروع الجمهوريه داخل مصر وخارج مصر دينا الخولي تسمع بجد يعني ان شاء الله. هو انت لحد دلوقتي يعني ما شاء الله مسمعه حبيبتي ربنا يخليك ما شاء الله. نقول مثلا بنسبه 75% ان شاء الله النهارده ان شاء الله بعد حلقتنا باذن الله تسمعي 100% في مصر وبره مصر بإذن كمان باذن الله يا روحي باذن الله. طب قولي لي النصايح كده للبنات اللي جايه تلبس ازاي توفق اللبس لو بنت مثلا في الصيف دلوقتي والجو حر؟ تمام قولي لي كده كام تركايه كده البنت تعملها وهي نازله. اولا انت لو هتنزلي الصبح لازم تلبسي حاجه ان هي يعني تبقى عكس الشمس عليكي ما تلبسيش غوامق الصبح. اوكي يعني ما تلبسيش غوامق الصبح خالص لان اوريدي هتمتص الحراره عندك. ماشي القطان ما بتحسيش ان انت لابسه اي حاجه. ممكن بعد الظهر تلبسي الخامات اللي هي ممكن ما بتكونش بتتكسر شويه حتى لو بتحر شويه ممكن مع الهواء ما تبقاش ماسكه في الجسم قوي. معظم الوقت بيبقى الصبح قطان او قطان احسن حاجه. قطان الصبح احسن حاجه خصوصا في الصيف طبعا وبعد الظهر بقى ممكن براحتها ممكن تلبسي اي حاجه بالظبط كده لان اوريدي بيبقى الجو اتحرك في الدنيا. تمام دينا سعيده جدا بوجودك معانا النهارده نورتي برنامج ساعه رزق جميل يا رب وان شاء الله باذن الله باذن الله يكون البرنامج ساعه رزق كده حلو عليك يا رب ان شاء الله والبراند بتاعك يسمع جوه مصر وبره مصر باذن الله ان شاء الله وتبقي اشهر براند في العالم كله ان شاء الله. وليد نورتنا جدا وان شاء الله باذن الله تكون برضو اشهر مصمم ازياء في البراند بتاع دينا ان شاء الله وانتوا الاثنين توصلوا للعالميه. حضرتك شرفتينا بمقابلتك لينا. تسلم تسلم يا رب. مشاهدينا خلصت فقرتنا الاولى من برنامج ساعه رزق ومعانا الفقره الثانيه ان شاء الله. استنونا. صباح الرزق والتساهيل ويومنا جميل. اهلا بكم وصباح الخير مره ثانيه مشاهدينا على قناتنا اتش بي سي وبرنامج ساعه رزق. فقرتنا الثانيه فقره حلوه هتهم كل ست حلوه او عاوزه تبقى حلوه وده لان ضفتي فيها خبير التجميل مش بس عندها بيوتي سنتر في تقريبا كل حاجه عشان تهتم بجمالك من اول رموشك لغايه ضوافرك وكمان بتنقل خبرتها الكبيره في اكاديميه دوليه لتعليم فنون التجميل. رحبوا معايا بمدام جينا كريم خبيره التجميل ومدرب معتمد وصاحبه بيوتي سنتر جينا وأكاديمية جينا الدولية. أهلا بحضرتك. أهلا نورتيني النهارده. سيدة نور. أنت عاملة حالة وعاملة ضجة جامدة جدا. الأكاديمية بتاعتك عايزة يعني عايزاك تكلميني عنها وأعرف إيه الهدف منها. بصي الأكاديمية أولا الهدف منها بتساعد كل بنت أو كل ست نفسها تشتغل أو تعمل مشروع صغير من بيتها. فده هدفها الأساسي يعني. تمام. طب عرفيني كمان أو عرفي السادة المشاهدين ايه اللي بيميز جينا بيوتي سنتر عن غيره؟ بصي احنا في الاساس اصلا اكاديمي فلما البنات والناس حبونا قوي فقلنا ايه المشكله ان احنا نعمل بيوتي سنتر في خدمات لانه شويه المختلف بره انه احنا بندرس الحاجه ديت فاللي جاي هو جاي يعني عند حد متخصص جدا.
انت فاهمه بتعملي ايه بالظبط. ما انت اكيد طالما بتدي كورسات، لان انا طبعا انت اكاديميه طبعا وكورسات، ده حقيقي. اكيد حابه وفاهمه انت بتعملي ايه. اه وعن دراسه كمان. تمام. طيب شفنا نجوم كتير جدا بيجوا عندك كفاية البيوتي سنتر، ازاي عرفتي تكسبي ثقتهم؟ بصي، اللي جه مره شاف النتيجه وشاف وبينقل دوت بقى لاصحابه، اذا كان بقى فنانين تانية في الوسط الفني او كده، غير اكيد انت شايفه ريفيوهات البنات وكل اللي بيجي، يعني الدنيا بتبقى عامله ازاي. حضرتك حاجات كتير حبيبتي. تمام. طيب قولي لي كده، ايه انواع الكورسات اللي في الاكاديميه اللي بتقدميها؟ بصي، احنا عندنا جميع الكورسات، عندنا كورسات للاشز، عندنا للهارد جل، عندنا الشعر بقى والمشتقات بتاعته، كورسات للكوافير لو حد عايز يفتح المشروع دوت، عندنا كورسات للميك اب، تقريبا كل الكورسات التجميليه متاحه. التجميل كلها متوفره عندك. تمام. طيب قولي لي، كورسات الهارد جل والاكريليك ايه الفرق ما بين ده وده؟ بصي، الهارد جل دي ده جل، الطبقه بتاعته بتبقى اخف شويه طبعا من الاكريليك، لان الاكريليك بيبقى عباره عن ليكويد وباودر. تمام. فبتبقى اتقل شويه. دي كمان احنا بنتكلم مع البنات فيها باستفاضه اكتر عن الفروقات دي وبيتعلموها كمان. تمام. طب نصيحه لربات البيوت، يعني اني نوع منهم اللي يقعد معاهم او يركبوه؟ بصي، هو الجل الطف على الضوافر، بس انا يعني لو دي حد بقى ست بيته بتتعامل في مطبخ وميه كتير، يبقى انا بفضل الاكريليك اكتر. اكريليك اكتر بيستحمل اكتر. اه تمام. ده بيبقى يعني ليه لزق معين ولا بيبقى ليه تكنيك بقى مختلف؟ تمام. اه طب قولي لي كده، ايه هو؟ يعني بيبقى عباره عن باودر، لو بيتركب له اكستنشن عشان احنا بنطول الضوافر، فبيبقى لازم بيبقى فيه زي تب كده بيتلزق، وبعد كده المراحل بتاعته ان احنا بنبني بقى الضوافر بالباودر والليكويد دي. بتبنيه؟ اه بنبني ضوافر. بتبني ضوافر من تحت، من تحت، من فوق الضوافر اللي هو الطبيعي. اه التب. ايوه تمام. طب ايه بقى انواع كورسات الرموش وبيتعلموا فيها ايه؟ بصي، كورسات الرموش طبعا بيتعلموا فيها اشكال العيون، لانه مش كل عين طبعا بتليق. انا لسه كنت هسالك السؤال ده حالا. مش كل العيون طبعا بتليق عليها رسمه رموش معينه، فاحنا بنعلمهم دوت، بنعلمهم كل عين طبعا، الواسعه مش زي العينين الضيقه، مش زي العينين المبطنه، فاحنا بنعلمهم ازاي يعرفوا العين ويرسموا لها الشكل الصحيح بتاعها. تمام. الانواع بتاعه الرموش ايه اللي انت بتعلميها او بتركبيها؟ بصي، بنعلمهم حاجه اسمها كلاسيك، وبنعلمهم الفوليوم والميجا فوليوم، بنعلمهم كمان الكات اي، بنعلمهم كمان يعملوا الهير باي هير والوان باي وان، والرموش كمان المؤقت. الوان باي وان اللي هو رمش رمش، صح؟ قطعه قطعه. بالظبط. تمام. طيب في حاجات بتواجهك او صعوبات بتواجهك مع العملاء؟ بصي، شوية اللي بيبقى مش عارف عايز ايه، يعني لو انت بتتكلمي كأكاديمي بتبقى في ناس شوية محتارة مش عارفة تبدأ بأي كورس. الأكاديمية بتاعتك دولية؟ ليه دولية؟ ليه دولية؟ لأنه أنا أصلا مدرب معتمد من الجامعة الأمريكية والجامعة البريطانية، كمان بندي شهادات معتمدة من برا مصر. معتمدة من الجامعة الأمريكية والبريطانية؟ الجامعة البريطانية ومن البورد الأمريكي. بيدوا كورسات أصلا هناك؟ احنا بندي لهم شهاده كانهم سافروا بره وخدوا كورسات هناك، يعني بياخدوا شهادات معتمده. بيقعدوا عندك في الاكاديميه. تمام. ده حلو جدا. طيب قولي لي كده، البنات هي اللي بتختار انواع الكورسات بنفسها ولا انت بترشحي لها الحاجه المناسبه ليها؟ بصي، دي بتفرق بقى من عميل للتاني. في عميل هو محدد هدفه عايز ياخد مثلا كورس كوافير. تمام. فخلاص تمام. في عميل تاني بيبقى محتار ومش عارف يبدا ازاي، فانا بقعد طبعا معاه واتكلم معاه اشوف الانسب ليه ايه، وبنبدا نختار انا وهو طبعا، يعني ارشح له الكورس اللي هياخده. يعني لما حد بيجي لك ما بياخدش عندك كورس واحد بس، لا انت عندك انواع كورسات كتير. بالظبط. عايزه اقول لك هو بيختار ولا هو ما بتيجي عندك البنت او الست اللي بتيجي تطلب كورس بيبقى عند، يعني بتاخد جميع الكورسات هي بتطلبها ولا بيبقى في انواع معينه انت بتديها لها؟ لا، احنا اوريدي عندنا جميع الكورسات، بس على حسب هي احتياجها، هي مختاره ايه او هي حابه ايه. هي عايز تبدا بحاجه واحده دلوقتي. في ناس بيبداوا كل الكورسات لما بيشوفوا فعلا ان فيه اهتمام، بيشوفوا فعلا انها تعلموا في اقل وقت قليل، وده اللي بيميز المكان عندنا، ان انت بتتعلمي فعلا باقل وقت ممكن، فهي بتلاقي سهوله في ده، فهي بتاخد فعلا كل الكورسات. طب ايه النصيحه اللي انت تقدميها لاي ست او اي بنت انها تيجي عندك في الاكاديميه تاخد الكورس؟
هو انا عايزه اقول لكل بنت لازم تشتغل في الظروف دي حتى لو بابسط الامكانيات، كمشروع يعني، كمشروع تعمله. حتى عايزه اقول لك لو من بيتها، انا اعرف ناس كتير على مدار طبعا سنوات كتير ابتدوا من البيت، دلوقتي فاتحين مشاريع فرع واثنين وثلاثه، وده انا بحفز بيه كل البنات بجد. من البنات اللي هم خدوا عندك كورسات؟ اللي احنا عايزه اقول لك احنا بنتواصل اصلا معاهم بعد كده، مش بيبقى نظام خدت كورس. لسه لك انت او بتدي كورس وخلاص، ولا بتتواصلي وبتتابعي معاهم في التدريب؟ بالفعل، هو مش بيبقى نظام كورس وخلاص ومش بنعرف بعض بعد كده، لا، الموضوع بيبقى انساني اكتر مش بيزنس اكتر. لانه ساعات بتقع في حاجه، هي بيبقى برضو الموضوع او المهنه او الصنعه اللي خدتها لسه برضو مش يعني، ممكن تقع في حاجه فبترجع لي انا، بتواصل معاهم بطريقه شخصيه. انت اللي بتعلميهم يا جينا ولا بيبقى معاكي لا فريق؟ لا لا لا، انا طبعا معايا فريق، بس انا الاساسي انا بقعد مع كل بنت، اكيد البنات بتساعدني بس انا اللي بحب اعمل كل حاجه بنفسي. على فكره انا اللي برد على التليفونات، انا بحب ده، مع اني معايا فريق تاني بيرد على التليفون، بس انا بحب اتواصل مع البنات اللي حتى بعد التدريب وبعد ما بيمشوا لو عايزوا حاجه. او بصي، مشهور عني ان انا لا بعمل جروب بخلي البنات تتكلم مع بعض فيه، ولا سكرتيره تتابع، انا بنفسي بتابعها لو في حاجه عشان اضمن المعلومه اللي اتقالت لها تبقى صح. تمام. طب ازاي البنات تقدر تحجز معاكي في التدريب في الاكاديميه؟ عن طريق الصفحة، عن طريق رسائل الخاص، عن طريق الأرقام التليفونات بتاعتي بيقدروا يكلموني. طب إيه بقى العروض المتاحة حاليا؟ بصي، إحنا مكسرين الدنيا دلوقتي، عروض كتيرة جدا، يعني كل ما يحصل غلا كده إحنا نقوم عاملين عروض قوية. كانت العروض قبل العيد، أنت مستمرة لسه في العروض؟ مستمرة، لأنه بصي بنات كتير عايزة فعلا تعمل مشاريع ومش قادرة بسبب الماديات، فإحنا عاملين لها عروض حلوة قوي، عاملين عروض على الهارد جيل، عاملين عروض على اللاشز، على كورسات الكوافير، وده شامل فيه كذا كورس جواه، يعني هتتعلم في كورس الكوافير أكتر من مهنة. تقريبا كل الكورسات عاملين عليها ضجة جامدة، عروض حلوة قوي الأيام دي. أنواع الكورسات، أنت قلتي لي أنواع الكورسات إيه؟ انواع الكورسات، عندنا كورسات كوافير، عندنا كورسات للبشره. كوافير هو ايه؟ حاجات خاصه بالشعر الحاجات الخاصه بالشعر والبشره، وازاي تمسك البيبيليس، ازاي تعمل استشوار بطريقه احترافيه لوحدها. تمام. اللي بيميز كمان المكان ان احنا بنشتغل اوريدي عملي، يعني ما بيبقاش فيه نظري، لا، اللي بيميز المكان حتى لو انت اتفرجتي على الفيديوهات والفيديوهات. لازم تشتغل بايديها عشان تعرف لازم تشتغل بايديها، وده اللي بيفرق جدا، يعني بيبقى فيه اكتر من موديل بيطبقوا عليها قدامي. طيب بالنسبه للبيوتي سنتر عندك، ايه الخدمات اللي انت بتقدميها فيه؟ بصي، نفس كل الخدمات اللي احنا بنقدمها في الاكاديميه، يعني بنعمل بيبقى فيه تنظيف بشره عميق، متميزين جدا بالباديكور وترميمات الشعر، طبعا دي مكسره الدنيا عندنا، لانه احنا مش بنشتغل بروتين، احنا بنشتغل بترميمات الشعر، كل شعرها بقى مقصف عايزاه يتفرد بطريقه علاجيه، بنعمل ده. تمام. في نهايه فقرتنا انا بشكرك جدا طبعا على وجودك معانا النهارده. انا كمان اكتر بجد، وشكرا لحضراتكم مشاهدينا، ولسه فقراتنا مخلصتش، فاصل صغير وراجعين تاني، انتظرونا. مشاهدينا، مشاهدين اتش بي سي وبرنامج ساعة رزق، اهلا بيكم مرة ثالثة وصباح الخير مرة تانية وثالثة ورابعة كمان في برنامج ساعة رزق، اهلا بيكم. واهلا طبعا بزميلتي صبا. صباح الفل يا صبا. صباح الخير يا احمد، وصباح الخير على كل مشاهدينا اللي بيشاهدونا خلال قناه الاتش بي سي في برنامج ساعه رزق. كنا النهارده الحقيقه هنجي لكم في اول فقره من فقرات البرنامج، ولكن استاذه صبا طبعا يعني اتاخرت للاسف غصب عنها طبعا في الطريق. دي افتراءات اعلاميه ومناغشات بين الزملاء، مالكوش انتوا. ولكن يعني الحمد لله على السلامه. هي كانت بتقول لي الطريق واقف وفي شخص معدي مهم، قلت لها انا كنت معدي اكيد يا صاحبي. اكيد طبعا، انت ما هتعطلنا، انت هتعطلنا تيجي تحاسبنا. اهلا بيكم مره ثانيه الحقيقه، يعني كل تاخير وفي خير، وانا سعيد ان انا معاكم في اخر فقره من فقرات برنامج النهارده. طبعا بشكر زميلاتي الاعلاميات امينه العناني اللي قدمت اول فقره، والاعلاميه مي سمير اللي قدمت ثاني فقره، وبشكر طبعا ضيوفهم اللي شرفونا في حلقه النهارده، وانا وصبا معاكم النهارده من غير ضيوف بس جايين لكم في مواضيع مهمه جدا. طبعا بالنسبه الاحداث اللي حاصله مؤخرا، عندنا اشهر حاجه حاصله دلوقتي هي قطع النور، وانا خايف النور يقطع دلوقتي الحقيقه. يعني ربنا يستر ونكمل الهواء على خير، بس احنا عايزين نتكلم النهارده عن قطع النور وعن الناس اللي تضررت من قطع النور، وكمان عايزين نحاول ان احنا نفكر في حلول. الحقيقه ان احمد عنده بجد افكار
انا صعقت منها. مش انا بس على فكره، انا ما شفتش حد تطرق للموضوع ده. على فكره عايز اقول لك ان الافكار دي موجوده والناس بتقترحها بقالها سنين. وعايز اقول لك ان ازمه الكهرباء مش بس مصر اللي بتعاني منها. يعني مؤخرا سمعنا اخبار عن الكويت بدات برضو تطبيق ساعات ان هي اللي هي ساعات ان بتقطع فيها الكهرباء علشان تقلل الاستهلاك. كذلك الامارات برضو نفس القصه، ودول كبيره من الدول المتقدمه عملوا ده. فاعتقد ان الموضوع، موضوع الطاقه ده، احنا لازم نقف عنده، نلاقي له بديل، وقفه، ولازم نلاقي له بديل، ومش بديل مؤقت لحد ما النور يرجع. احنا بالزبط. لازم نلاقيه بديل لمصدر الطاقه نفسه. صحيح. واحنا ما شاء الله عندنا في مصر مصادر للطاقه المتجدده. ارجعوا كده بالذاكره شويه لما كنا بندرس في العلوم مصادر الطاقه المتجدده، مش كانت في العلوم برضه من الميه ومن من الميه ومن الهواء ومن الشمس. كلنا عارفين الكلام ده. طب ليه الحاجات دي ما يتمش تطبيقها ومشاريع عملاقه وتدخل فيها مؤسسات مصريه واجنبيه ويبقى عندنا مصادر للطاقه المتجدده في مصر؟ ايوه طبعا، هي هتوفر طاقه وهتوفر فرص عمل، واحنا هنذيع وهنعيش بقى كلنا وطبعا نتمنى، يعني انا من المشاريع اللي اتمنى ان هي تحصل في جمهوريه مصر العربيه هي توفير او البدء في مشروعات انتاج الطاقه او الواح الطاقه الشمسيه. احنا يا جماعه عندنا شمس 365 يوم في السنه، الشمس عندنا موجوده صيف وشتاء، عندنا مساحات مهوله من المساحات الصحراويه اللي الشمس فيها ساطعه جدا. ليه ما نعملش مشروعات عملاقه تدخل فيها شركات محليه وعالميه في انتاج الطاقه، يبقى كل بيت فيه وحده طاقه شمسيه ينتج الطاقه بتاعته بنفسه، وساعتها اعتقد هنحل الازمه دي ومفيش حد هيتضايق. في اوروبا والدول المتقدمه في بيوت بجد بيبقى البيت مثلا في غابه او في مكان مشمس قوي، بيبقى السقف بتاع البيت ده الواح طاقه شمسيه، هو مش معتمد على اي مصدر طاقه غير الطاقه الشمسيه كليا. عندنا في مصر على فكره في طاقه شمسيه في الاراضي الزراعيه كتير بشكل محدود عليها. ودايما بتكون يعني هي باهظه الثمن جدا جدا للاسف، يعني لاننا بنستوردها. لا وكمان هي تركيبها، هي القطعه نفسها غاليه جدا 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 زي ما انت بتقولي، عشان بنستوردها بالعمله الصعبه طبعا. فنتمنى يكون في مشاريع عندنا في مصر هنا لانتاج الالواح بتاعت الطاقه الشمسيه. واحنا ما شاء الله احنا 120 مليون نسمه، عندنا شباب زي الورد زي الفل، عندنا علماء، عندنا مهندسين، عندنا من كل حاجه تتمناها. ودايما كان بيقول لك كده، يعني حقيقي والله مش مبالغه، لما بيقولوا كانوا زمان بيقولوا لنا الطفل المصري اذكى طفل في العالم، ولكن اديله الامكانيات ان هي توصله لهذا الذكاء. ما تشيلش عنه كل حاجه وترجع تقول فين الذكاء ده، هو يعني سبحان الله يعني هبه اتحطت فيه، ولكن محتاج عوامل مساعده تخليه ينمي الذكاء ده، مش تسلب منه الذكاء. بالظبط. الى ان يتم ان شاء الله باذن الله قريبا نسمع عن ان تم تفعيل المشروع ده، لان حقيقي هو هيفيد ناس كتير جدا. في حل مؤقت للناس في البيوت اللي بيعانوا من قطع التيار الكهربائي لساعات طويلة، في جنريتر أو مولد صغير بيتباع دلوقتي على كل منصات البيع الأونلاين، سعره مناسب جدا جدا، وهو ساعته كبيرة جدا، وبيقدر إن هو يشغل من خلاله التكييف، لأن هو بيتوصل ببورد التكييف، بيقدر إن هو يشغل التكييفات عشان لو في ناس عيانة أو بتبانك من الحر، بيقدر إن هو يشحن الموبايلات ويشغل الفيش، ويقدر إن هو يشحن حاجات بساعة صعبة، يعني ممكن يقعد لخمس ست ساعات يشغل أكتر من جهاز. وهو حقيقي مفيد جدا، هو اصلا كشاف كبير جدا بيشغل نور وفي فيش وفي وصله للتكييف. بس عايز اقول لك برضو ان يعني اكيد الاجهزه دي بتشتغل بالبترول او بتشتغل بالبنزين او بتشتغل بيتشحن بالكهرباء. بيتشحن بالكهرباء برضو؟ اه يعني هو انت لما النور يجي بتشحنه؟ بشحنه بعد كده النور يقطع هو يشتغل. بس اعتقد يا صبا يعني ده بيشغل اجهزه محدوده، يعني ممكن يشغل كل الاجهزه بس ما اعتقدش ان هو يشغل تكييف. لا انا شفته يعني انا شفته واصلا يعني انا في بروسس ان انا اجيبه، لان هو فعلا مفيد جدا. هبقى اجي اجرب اعمل لك ريفيو. اوكي انت تعالى اعمل ريفيو عندي في بيتنا. فهو بيشغل التكييف وبيشغل كمان اجهزه الاكسجين علشان المرضى اللي في المنازل، وبيشغل الاجهزه الطبيه، ويعني عنده بجد ساعة استحمال، وسعره بالنسبة للحاجات اللي هو بيوفرها أنا شايف إن هو مناسب جدا. طيب ده كلام جميل جدا. خليني بقى يعني أتكلم على بعض الإيجابيات اللي بتظهر في الشعب المصري الجميل، اللي دايما في الأوقات الصعبة بيقول أنا ماليش زي في أي شعب تاني. وهي طبعا أنتوا عارفين إحنا الأيام دي يعني طلاب الثانوية العامة ربنا يا رب يكون في عونهم ويقدرهم ويوفقهم بيمتحنوا تمام، طبعا مع انقطاع التيار الكهربائي في الحر وفي الضلمة وفي الدروس، ومعظم الدروس دلوقتي بقت بتعتمد على المحاضرات الأونلاين. فيعني في بعض، يعني مش بعض، كتير قوي قوي من الأماكن
في المحافظات المختلفة فتحت أبوابها لطلاب الثانوية العامة بالمجان، قالت لهم تعالوا أثناء ما النور يكون قاطع عندكم على مدار ال 12 ساعة بتوع النهار، تعالوا تفضلوا عندنا ذاكروا زي ما أنتم عايزين. ومن أمثلة ذلك طبعا هم أماكن كتير جدا، ومن أمثلة ذلك مكتبة اسكندرية والكثير من دور العبادة وسقيت عبد المنعم الصاوي برضو شفت بالزبط. البوست بتاعهم، وطبعاً أكيد في حاجات كتير عملوا كده. الحقيقة أن دي مبادرة لطيفة جداً جداً جداً، والواحد بجد والله العظيم في الأزمات بيفخر بهويته وبكونه مصري، حتى لو البلد دي بتمر بظروف صعبة، بس شعبها عمره ما بيفقد الطباع الأصيلة فيه، حتى وإن كان في قلة مندسة بس الطباع الأصيلة دي موجودة فينا فعلاً، بتبان في وقت الأزمات. بعد اذن اللي بيجيب في سيرتي على الهواء ما تجيبش في سيرتي علشان انا شرقان والمج اللي قدامي ما فيهوش ميه، استاذنك دي دسيسه دي ميه. طبعا احنا طبعا انا طبعا بنوجه الشكر باسم قناه اتش بي سي وبرنامج ساعه رزق، وباسمي انا احمد شبانه وزميلتي صبا وكل مقدمين برنامج ساعه رزق، لكل المؤسسات وكل الاماكن اللي عملت فعلا المبادره دي، وحقيقي يعني نحييكم وبنتمنى مره ثانيه لكل طلابنا في الثانويه العامه التوفيق. وخلي بالك بس اقول لك حاجه صغننه، ابويا وابوك وجدي وجدك كانوا بيذاكروا على شمعة تمام، ومنهم ما شاء الله اللي بقى دكتور ومهندس وبقوا في اعلى المراتب. وغير اهالينا في نماذج كتير جدا في التاريخ. عباس العقاد وهو من اشهر الكتاب المصريين، عباس العقاد كان بيذاكر على شمعه بيطلع على الطريق السريع، يعني هو كان ساكن في ريف بيطلع على الطريق بيذاكر على شمعه او على مصباح في الطريق، وكان هو اصلا ما كانش متعلم، كان ثقف نفسه بنفسه، كان بيجيب كتب الاطفال لان هو كان عند مسافر وجاب كتب الاطفال عشان يقدر يتعلم منها الانجليش، وبدا ان هو يعلمه لنفسه واحده واحده لدرجه انه وصل لدرجه في الثقافه وفي العلم ان الفكره كانت بتجيله بالانجليش الاول قبل العربي. يعني هو بيفكر بالصيني مش بيفكر بالعربي زينا. فاللي احنا عايزين كمان نقوله لطلاب الثانويه العامه ان لان في كتير جدا جدا بيعانوا من ضغط نفسي في الفتره دي رهيب من الاهالي كمان، لان وده غلط جدا. يعني انا اكتر واحده في الحياه كانت امي ما بتحطش عليا اي لود خالص ولا اي ضغط. يا صباح الخير يا ست الكل، اكيد بتشوفنا دلوقتي حقيقي مش سايبني في حالي، مش عارفه اتكلم يا صباح. طيب انا خليني اخد من كلامك، وطبعا الله يكون في عون كل اب وام نفسها تشوف ولادها في احسن حته في الدنيا، في احسن مكانه في الدنيا، واحيانا غصب عننا ما هو انا اب برضو ويمكن ابهات كتير غصب عننا بنقرص شويه على اولادنا علشان عايزينهم يبقوا كويسين، ولكن الفتره دي حقيقي محتاجه ان احنا نطبطب، محتاجه ان احنا يعني نكون نلتزم بالرأفه، لان هم برضو مشدودين زينا. ده الكلام للاولياء الامور، ولكن خلي كلامي شويه موجه بقى لكل طالب وطالبه بيشوفوني دلوقتي من طلاب الثانويه العامه. صدقني الثانويه العامه مش تحديد مصير، لا هي اخر الطريق ولا هي اول الطريق. انا مش في حاجه ان انا اقول لكم انا كان مجموعي كام في الثانويه العامه. لا ما تقوليش، خليها سر يعني. هو عارف. ودخلنا اعلام وبقينا الحمد لله مذيعين وتخرجت، وعلى فكره انا كنت متخرجه بامتياز يعني ان شاء الله عليكي. يعني فالثانويه العامه هي مش تحديد مصير ولا هي مرحله زي الجامعه. صحيح. كلنا عدينا بيها، والمهم ان انت بس تعرف انت شغفك فين. صح. وتشتغل على هدفك، يبقى عندك هدف اهم من ان انت تقفل المواد. وخليني اقول لك ان النهارده التعليم مفتوح في كل مكان، انت النهارده ممكن تدرس اي حاجه انت عايزها وانت قاعد في البيت اونلاين، ممكن تاخد الكورسات اللي انت عايزها في اي مجال انت عايزه انت حابب تشتغل فيه. ممكن جدا ووارد جدا ان شهادتك ما تكونش هي الحاجه اللي هتشتغل بيها في يوم من الايام، يعني تتخرج من كليه ما تقعد فيها 4 سنين او 5 سنين وبعد كده تخرج تشتغل حاجه تانية ليها علاقه بشغفك انت. فانت لسه على البر، ما تضيعش 4 سنين او 5 سنين من عمرك وبعد كده تركن شهادتك في الدرج وبعد كده تشتغل حاجه تانية ملهاش علاقه خالص في اللي انت بتحبه. طب ما من دلوقتي فكر انت بتحب ايه، فكر انت عايز ايه، وابدا اتوجه من دلوقتي واستغل ال4 سنين دول في الدراسه عشان لما تخلص دراسة الحاجة اللي انت بتحبها تشتغل وانت محترف، مش لسه هتبدأ بعد 4 سنين. مظبوط. صح. انا عايزه اقول لك ان انا وانا في الجامعه انا كنت كده بشتغل برضو في مجال الميديا، وكنت اتضغطت جامد من الشغل ومن الدراسه، فكنت حاسه ان انا مضغوطه ولازم اتخلى عن حاجه او اتنازل عن حاجه،
ومن ده تعبت جدا، رحت للدكتور، فالدكتور بيقول لي انت عندك 19 سنه انت تخشي في الحته تعدي منها، يعني ان شاء الله انتوا تقدروا ان انتوا لسه في اول حياتكم في قمه الشباب وقمه الحياه وقمه الطاقه، فتقدر ان انت تشتغل وتدرس وتذاكر وتفكر انت عايز ايه، ولو طلع اللي انت مش ده اللي انت عايزه دلوقتي لقيت مبداك اتغير بعدين ما تخافش ان انت تغير كل ده وتبدا من اول وجديد، بس المهم انت تلاقي بدايه صح. وخليني اقول لك ان في امثله كتير جدا 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 احكي لنا بقى زي من النماذج اللي كانت معتقده ان هي مصيرها رايح في اتجاه معين، وبعد كده اكتشفت اذ فجاه ان مصيرها رايح في اتجاه تاني خالص. معايا قصه لطيفه قوي الحقيقه، القصه دي انا قريتها ومن ساعه ما قريتها وهي ستت في دماغي مش عايزه تخرج، وخليني اخد من وقتك كده شويه واقولها لك يا صبا. والقصه دي لراجل راجل بسيط سمع عن وظيفه معينه في احدى شركات البرمجيات وراح علشان يتقدم للوظيفه، وظيفه بسيطه بقى سواء كان عامل بوفيه ولا امن ولا خلافه. ولما دخل عام يعني يعمل الانترفيو قعد مع الموظف، والموظف ساله انت عندك حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي؟ الحقيقه الراجل رد قال له لا انا ما عنديش، يعني انا ما بستخدمش وسائل التواصل الاجتماعي، ما عنديش بريد ما عنديش وخلافه. قال له طب انت ازاي جاي تشتغل في شركه للبرمجيات وما عندكش بريد؟ للاسف انت مرفوض. طبعا الراجل زعل جدا وخرج متاثر جدا من اللقاء، ويعني من تاثره قعد بره الشركه على الرصيف وقاعد بقى يتفرج على الناس اللي داخله واللي خارجه، ويعني كان نفسه يبقى واحد من افراد العمل في هذه الشركه. في اثناء ما هو قاعد على الرصيف وشايف الناس بتخرج وتدخل، عدى عليه بائع خضار، راجل غلبان جدا عرض عليه ان هو يشتري منه قفص طماطم وباي مبلغ. الراجل قال له انا محتاج اي فلوس، معلش عندي حاله كده ومحتاج اي فلوس، ممكن تاخد مني قفص الطماطم ده؟ طبعا الراجل مستاء لوحده، صاحبنا ده مستاء لوحده، مش عايز طماطم. قال له انا مش عايز والله، انا مش محتاج طماطم، انا معلش مش هقدر اساعدك. قال له ساعدني باي حاجه حقيقي انا محتاج. فالراجل يعني دور في نفسه كده فطلع عمله ما وادها له، قال له اتفضل وانا مش عايز الطماطم دي، اتفضل يعني ربنا يا رب يعني يكرمك ويوفقك. فالراجل قال له لا انا خدت منك العمله لازم تاخد الطماطم. قال له لا انا مش عايز الطماطم. قال له لازم تاخدها. فقال له خلاص سيبها. فالراجل ساب جنبه قفص الطماطم والراجل فضل قاعد زي ما هو. فاثناء ما هو قاعد قدام الشركه عدى عليه واحد تاني قال له انت بتبيع طماطم؟ الطماطم دي عايز تبيعها؟ قال له الراجل استغرب كده قال له لا انا مش ببيع طماطم. قال له طب مش الطماطم دي بتاعتك؟ قال له اه بتاعتي. فقال له طيب انا عايز اشتريها. قال له طب خلاص اتفضل. قال له بكام؟ قال له باي حاجه، يعني هو الراجل مش الراجل ما بيبيعش طماطم. قال له اديني اي حاجه مش مشكله براحتك. قال له عامل بكام؟ قال له اي حاجه اللي هتدفعه. فالراجل اداله اربع عملات من العمله اللي الراجل دفعها، فاذا الراجل كسب من غير ما يعمل اي مجهود ايه؟ ثلاث اضعاف. فاهم ازاي؟ فالراجل استغرب جدا ويعني مش عارف هو زعلان ولا مستغرب ولا فرحان. وفي اثناء ما هو قاعد عدى عليه واحد معرفه قال له انت بتعمل ايه؟ فحكى له بقى القصه من الاول وحصل 1 2 3. الراجل عجبه جدا فكره ان البيع ان هو يشتري حاجة ويبيعها، التجارة. فالراجل راح دور على التجار اللي بيبيعوا الطماطم دول وبدأ يجيب منه قفاص طماطم ويجي يقعد في نفس المكان كل يوم. الناس حفظته، بدأت ان الناس تعدي عليه وتشتري منه كل يوم. الراجل بدأت تجارته تكبر شيئا فشيئا لغاية ما بقى تاجر، فحب يكبر اكتر ياخد بقى ستيب اعلى. فبدأ يدور فين اصلا التجار اساسا الكبار بقى بيجيبوا منين؟ بيجيبوا من المزارعين. فبدأ يدور على الناس اللي بتزرع طماطم يجيب منهم وهو اللي يوزع للتجار، ما يبقاش بائع صغير بيوزع في الشارع. وبدات التجاره بتاعته تكبر شيئا فشيئا لغايه ما جات له فكره اكبر. طيب انا 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 دلوقتي تاجر كبير، طب ما افتح مصنع صلصه او مصنع كاتشب مثلا على سبيل المثال. وفعلا عمل المصنع ده. على فكره دي قصه حقيقيه والمصنع ده معروف جدا، المصنع ده معروف جدا واحنا بنستخدمه. تمام. وسريعا بس علشان عمالين يقولوا لي قربنا نختم قربنا نختم. مؤخر يعني خلاص الراجل ده هو المصنع بتاعه بيتأسس، بعت علشان يجيب شركة أو شركات مجموعة شركات علشان تدير له المصنع، ومن ضمنهم شركة البرمجيات اللي رفضته في الأول، وقعد مع الموظف أو المسؤول اللي رفضه في يوم من الأيام وقال له فاكرني أنا الشخص اللي أنت جيت رفضته علشان أنا ما عنديش حسابات على السوشيال ميديا، وما زلت لغاية اللحظة دي ما عنديش حسابات على السوشيال ميديا، وأنت النهاردة اللي بتشتغل عندي. فانا عايز اقول لك او رسالتي من القصه دي اقول لك ان انت ما تستسلمش ابدا لحلمك، ممكن يكون حلمك بعيدا تماما عن اللي انت شايفه، بعيدا تماما عن اللي انت بتجري وراه. ما تخليش حد يحطمك، ما تخليش حد يكسر مقاديفك، وصدقني ان شاء الله هتحقق كل اللي انت عايزه. وانا كلمه مني في نهايه حلقتنا لطلاب الثانويه العامه، ان الثانويه العامه مش نهايه المطاف. انا حقيقي كان مجموعي مش الطف حاجه في الثانويه العامه، ورغم ذلك دخلت اعلام. انا ما كنتش عايزه اعلام خالص، انا كنت من هدفي ان انا ادخل فنون جميله،
لكن دخلت اعلام اكتشفت وانا في الكليه ان انا عندي ملكه الالقاء وملكه الكلام، واشتغلت في الصحافه واشتغلت في كذا مجال في الميديا، وسعيده جدا باللي انا وصلت له، وما عنديش اي استعداد دلوقتي ان انا اتنازل عنه او ان انا اكون اي حاجه تاني غير مذيعه. فحقيقي انت تقدر ان انت زي ما بنقول كده بالبلدي تعمل من الفسيخ شربات، انت تقدر ان انت تلاقي شغفك في ابسط حاجه وفي اي حاجه متاحه، المهم ان انت تستغل كل امكانياتك وكل الامكانيات المحيطه بيك في البيئه اللي انت موجود فيها لصالحك مش ضدك، وما تسمحش لاي راي ولا لاي حاجه تحطمك او تخليك تحيد عن حلمك او عن هدفك. كنت معاكم انا صبا عصام وزميلي الاعلامي احمد شبانه في اتش بي سي. انا بشكرك جدا يا صبا، وبشكر طبعا كل مشاهدينا ومتابعين برنامج ساعه رزق على متابعه حلقه النهارده، وان شاء الله استنونا في حلقه جديده وجمعه جديده بعد اسبوع من النهارده، وهيكون معانا الاسبوع اللي جاي مفاجاه او مفاجاتين، مش هقول لكم ايه المفاجاتين، ولكن ان شاء الله الاسبوع الجاي هتكتشفوها. نهاركم سعيد واجازه سعيده.